هاي هاي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. كل البيوت دلوقتي ريحتها كحك ومعمول وغريبة وبسكوت وقراقيش، حاجة كده من الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية في البيت وبتجمع العيلة بتفرح وبتفرح الأولاد. بصراحة يعني الولاد الصغيرين بيكونوا في قمة سعادتهم واحنا قاعدين مكركبين كده، الدنيا كلها فوق بعضها. وبعدين بقى ايه، بيلعبوا وبيعجنوا وبيشكلوا، فبتبقى أجواء لذيذة جدا جدا جدا. اللي ما بيعملش بس عنده استعداد ان هو يعمل كحك في البيت او غريبة او كده، يعمل ولو كمية صغيرة للفرحة، يعني دي بتبقى بتاعه المناسبه كده. زي مثلا اللي ملوش في العزايم طول رمضان فيعمل عزومه من باب ان هو ايه، يعني يفرح العيله كده. فهبتدي الوصفات بتاعه العيد باكتر حاجه ما كنتش بحبها وبقيت بحبها، بحب الغريبه قوي دلوقتي، ما كنتش عارفه قيمتها الحقيقه. يعني ولا احنا عشان كنا صغيرين؟ غالبا عشان كنا صغيرين كنا اخر حاجه بتاعت الكبار دي، الغريبه بتاعت بابايا بتاعت مامتي، هم اللي بيحبوها ويقعدوا ياكلوها كده يقولوا الله نعمه حلوه تجنن، وانا ما كانش ليا فيها خالص. لما كبرت بعد ما حبيت الخشاف في رمضان وانا برضو ما كنتش بحبه، حبيت جدا الغريبه وفهمتها. نعمل الغريبه النهارده واقول لكم مقاديرها، يلا بينا. مقادير الغريبه عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، نص كوباية من السكر الباودر، كوباية سمنة بيضة اللي هي السمنة البلدي يعني. طيب نمشي بالخطوات دي ازاي عشان نفهمها؟ سي انت مثلا عندك 4 كوبايات من الدقيق، يبقى هنستخدم كوبايتين من السمنة، يبقى هنستخدم كوباية من السكر. الدقيق نصه سمنة، السكر نص كمية السمنة، تمام؟ يعني احنا ماشيين 2 كوباية دقيق، 1 كوباية سمنة، 1/2 كوباية سكر، بس كده. هي دي الغريبة. اضافة بقى لذيذة جدا، 2 معلقة من اللبن الباودر. دي اضافة عايزة تحطيها مفيش مشكلة، مش عايزة خلاص. انا عايزة المضرب السلك، ممكن محتاجة المضرب السلك بتاع عايزة اضربها كويس. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بنعمل ايه؟ بناخد السكر والسمنه على بعض، نضربهم لحد ما يبقوا كريمي، ناخد اللبن الباودر ونحطه كده على الدقيق. اللبن الباودر اضافه مش اكتر. لو حد مش حابب الفكره او ما عندوش او مش عايز او اي حاجه، مفيش اي مشكله. تمام. نستخدم دقيق البسكوت مع الغريبة، هيبقى حلو قوي. او طبعا المتعدد الاستخدامات. ايه؟ ما انا ثانية واحدة، ما انا ليه مش عارفة افتحه. ايه؟ اوكي. ما بعرفش اركب الحاجات طول عمري، عندي مشكله، ولا خلاط ولا كبه ولا اي حاجه كده. تمام بس كده. شور ان شاء الله. تمام، يلا بينا ننزل بقى بالسمنه على السكر ونضربهم مع بعض. فاتحين الفرن على درجه حراره 150 او 160، مفيش مشكله، المهم درجه الحراره مش عاليه خالص. ناخد كده كل المقادير. على السكر.
انا قفلت قفلت بس عشان اقول لكم ان الموضوع بياخد وقت شويه، بس عايزين القوام يبقى كريمي وفومي كده، فمعلش هنشغل تاني ونصبر شويه عليه. كان ممكن اصبر اكتر من كده، بس قلت خلاص يعني انتوا هتشوفوا الفكره عامله ازاي. اهو ده القوام زي الكريم شانتيه شويه كده، وتصبروا عليه على قد ما تقدروا. ناخد بقى الحاجات دي. نكلم مين؟ لارا. نوره؟ يا نوره ازيك يا شيف، عامله ايه؟ اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله، يا رب دايما بخير يا حبيبتي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبالف خير. انا بحبك قوي والله. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك يا رب، تسلمي. بقول لحضرتك ممكن اختي بس تسلم على حضرتك؟ يلا بينا طبعا. اتفضلي معاكي. ايه ده؟ حاولي تطلبينا تاني. طيب بصوا القوام بتاع الخليط بتاع الغريبة، بصوا ازاي هو ده القوام اللي انا عايزاه. تحسوه زي الكريم شانتيه، زي بياض البيض لما بنضربه، قوام كريمي جدا. تمام، ننزل بقى بكل الخليط كده. خدوا بالكم دايما ما يبقاش فيه حاجة موجودة، علشان دي من المقادير، يعني ما نسيبش حاجة في العجان ولا في اي حته كده. ننزل بكل الكلام ده. ننزل بقى بالدقيق دلوقتي. بصوا الوصفه بسيطه قوي، وانا عاملاها بكميه قليله عشان ما تحسوش ان الموضوع كبير. ونبتدي نعجن او نلم، يعني نبسها كده بالشكل. هي فومي خفيفة لطيفة، عجينة لذيذة قوي. السنة اللي فاتت عملناها وعجناها وحشيناها بالقشطة الكدابة، فاكرين؟ الحلقة هتلاقوها على اليوتيوب بتاع سر الصنعة، حلقات العيد بتاعت السنة اللي فاتت. المحشية بالقشطة الكدابة دي جميلة جدا. نلم كده. طبعا يستحسن ان احنا ندخلها التلاجة. انتوا بتكلموني؟ انا بلم بس، مش عايزة اطلع عرق خالص، علشان هي دي الطريقة اللذيذة اللطيفة اللي بنعمل بيها الغريب، انه نلم العجينة كده زي البسكوت بالظبط. تدخل التلاجة بقى ان شاء الله حتى 10 دقايق، هتطلع ماسكة نفسها وزي الفل ونشكلها. تحبوا نطلع فاصل؟ يلا بينا فاصل سريع ونرجع نشكل الغريبة، ما تروحوش في اي حتة. رجعنا من الفاصل ودخلت الغريبة في التلاجة علشان تهدى بس شوية كده وتمسك نفسها. نطلع بقى الغريبة من التلاجة علشان نشكلها ونعمل المعمول. يلا بينا. ادي العجينه بتاعه الغريب، مجهزه لكم كمان وصفه معمول تحفه. يلا، العجينه بعد ما مسكت نفسها بقت زي الفل، ناعمه وجميله فله. هي دي اظبط وصفه للغريب. انا نشكل بقى
الشكل التقليدي بتاعنا اللي انا بحبه جدا بصراحه، الدايره دي كده واللولي. هي في ناس بتحط لولي وناس بتحط قرنفل، فاكرين القرنفل بتاع زمان؟ نحط كده على الصاجات الالومنيوم والفستق طبعا. في اكتر من شكل الحقيقه بحبه، نحط فستقه، نعمل شويه مدورين وشويه نص دايره كده ملفوفه لذيذه قوي. احنا عايزين نحط صاج في الفرن. انا مجهزه صاج هنا هدخله الفرن علشان يلحق. يلا، درجة الحرارة 150 أو 160 بالكتير على حسب فرنك. كل ما كان حجم الكحكاية أو غريبة صغير كل ما كان أسهل بقى في الأكل وبناكل أكتر. فأنا بعمل متوسط وصغير. نعمل الصاج ده وندخل على المعمول، واللولي برضو لذيذ. في شكل تاني اللي هو ايه، اللي يعملها كده زي الكفتة. بصوا كده، وبعدين انتوا شايفين نيسا، وبعدين ناخد دول كده نعملها كده برضو. ده شكل من الاشكال اللذيذة. انتوا مش عارفين تشوفوا من ايه. انت عارف انا مش سامعاك خالص، انا مش سامعاكوا كويس اصلا. اوكي كده، هنا بقى في الاخر بنقوم مزينين باللولي كده من هنا كده. العجينة طالما ما بتشققش معاكي وانت شغالة يبقى مش محتاجة انك تضيفي لها سمنة. لقيتيها شققت حطي نص معلقة سمنة، لقيتيها طرية بزيادة حطي معلقة او معلقتين من الدقيق بالكتير. عادي جدا على حسب نوعية الدقيق بتختلف المقادير بحاجات بسيطة، فانتي هتحسي وانتي شغاله في العجينه انها محتاجه نص معلقه من السمنه او محتاجه حبه دقيق او مش محتاجه حاجه خالص، واحنا زي الفل. نكلم مين؟ رغد. يا رغد. الو الو، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. اتفضلي سامعاكي. راحت فين؟ خط قطع ولا ايه؟ اوكي. حاجة لطيفة ما بتاخدش وقت خالص اهي. نعم؟ يا منى. الو، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام.
كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة كل سنة وانت بألف خير انت وأسرتك كلها. ربنا يخليك يا رب. ممكن أطلب طلب من حضرتك؟ أأمري. ممكن طريقة عمل الزلابية؟ حاضر من عيني. ننزل بالزلابية. احنا اخر رمضان بقى وبنعمل كحك وغريبه دلوقتي. ندي الشكل التاني اللي احنا عملناه. نعمل كده. نبص على الفرن برضو. انا الفرن عندي ساعات بيبقى حامي فبخاف منه. هيقعد قد ايه في الفرن بقى؟ الغريبه تقعد قد ايه؟ من 7 ل10 دقايق على حسب فرنك، بس بعد 7 دقايق ممكن جدا تكون استوت. فخدي بالك بعد 7 دقايق تبصي عليها وتبصي على اللون من تحت. هوريهولك لما نطلع دلوقتي من الفرن ايه اللون اللي يبقى كده تمام وزي الفل، لان هي لونها مش بيتغير من فوق. نعم. فاصل صغير. حاضر. نطلع فاصل صغير جدا، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل. نعمل بقى المعمول. المعمول زيه زي الكحك بالظبط، بس دايما في الشام وفي الخليج بيروحوا للمعمول بتوابل المعمول، فقلت نغير ونعمل معمول لان انا بحبه جدا بصراحه. وبما اننا عندنا تمر فالتمر بالمعمول، المعمول بالتمر بيبقى فظيع. اقول لكم بقى المقادير. مقاديري عباره عن ايه؟ نص كيلو من الدقيق، 100 جرام من الزبده، 150 جرام من السمنه، معلقه كبيره ما زهر ممكن يبقى موارد، معلقة كبيرة بهارات المعمول، نص كوباية من السكر الباودر، معلقتين كبار لبن باودر، ونقدر نعجن بمية أو بلبن، نص كوباية مية أو 3/4 كوباية حليب برضو على حسب، يعني من نص كوباية مية ل3/4 أو من نص كوباية حليب ل3/4، يعني على حسب هتلم معاكي ازاي. هو كده كده الحليب بيتشرب، الدقيق بيتشرب الحليب بسرعة. معلقة صغيرة جدا من الخميرة، ممكن كمان ما نحطش خميرة عادي جدا. عندنا كمان لبن باودر نقدر نحطه أو نشيله من الوصفة ما فيش مشكلة. الحليب هحط عليه الخميرة كده والسكر كده. هحط كمان اللبن الباودر بالشكل ده. طب ايه الفرق بين ان انا اعجن بمية او اعجن بحليب؟ بيفرق في اللون. اول حاجة لون اللي باللبن بيكون احلى شوية، انا بحس كده يعني. اللي بالمية بيكون نفس الملمس، الاتنين نفس الملمس والنعومة مفيش مشكلة، بس انا بحس انه اللي بالحليب لونه احلى. وطبعا في الغناوه دي بتاعه ان انا عجنه بلبن بيبقى الطعم باين يعني. دوبت السكر مع اللبن مع اللبن الباودر وسبتهم على جنب. خدوا بالكم الخميره مش كتير، معلقه صغيره جدا وممسوحه. نحط الدقيق بالشكل ده. في المعمول بتاع اللي احنا متعودين ان احنا نعمله بالسميد، بدقيق السميد، وفي معمول بيتعمل بالطحين زي ما بيقولوا او الدقيق فقط، الدقيق الابيض، او الميكس ما بين نص دقيق ونص دقيق سميد. دقيق السميد بيخليه مقرقش شويه، في قرشه،
ده ناعم جدا. اللي ما بيحبش السميد يعني، انا لما عملته مثلا في ناس ما عجبهاش، يعني ناس صحابي ضايقوا اللي بالسميد قالوا لي لا بس خشن شويه، مش متعودين ان الكحك يبقى كده. يا جماعه ده مش كحك، ده حاجه تانية. بلس حاجه مهمه جدا، احنا ما عندناش دقيق الفرخه او دقيق السميد الناعم قوي اللي ممكن نعمل بيه المعمول ويبقى ناعم شويه، يعني مش خشن قوي كده. احنا دقيق البسبوسه اللي عندنا الى حد ما خشن شويه، فعشان كده بتطلع المعموله مننا خشنه شويتين ثلاثه. فاخترت ان انا اعمل لكم اللي بالدقيق العادي علشان يبقى اسهل وابقى ضامنه ان كل الناس هتحبه. هحط بهارات المعمول، وبهارات المعمول دي بنشتريها جاهزه. ممكن نحط محلب وممكن ما نحطش اي حاجه خالص. عايزه ابص على اللي في الفرن ونطلعه، احنا عندنا 7 دقايق صح؟ ممكن نبقى خلاص كده يعني، ممكن نسيبها بقى كده علشان تهدى خالص ويبقى عدى الوقت. يلا بينا. ادي الدقيق على بهارات المعمول، ننزل بالسمنه والزبده. كل ما كانت جوده السمنه والزبده حلوين كل ما كانت المعموله نفسها حلوه قوي. زبده الحلويات هايله مع المعمول، يعني ممكن تعملي زبده بس. نبص بقى كده، نلم كل السمنة ونفرك. طبعا مع الكميات الكبيرة الكلام ده بياخد وقت طويل، فحاولي تعملي كيلو كيلو. نكلم أسماء. يا أسماء ازيك؟ كويسة الحمد لله. ازيك يا أهلا أهلا، عاملة ايه؟ أنا بحبك قوي. وأنا كمان بحبك قوي قوي، أنا بموت فيكي والله. يا حبيبتي عايزه اقول لك، عايزه طريقه البديفور. من عينيا. حاضر. نطمن كده ان السمنه وان الزبده الدقيق وصل كده في كل مكان. زي الفل. عارفين لو بالسميد بقى بياخد وقت اطول، وممكن اسيبه ليله كمان على الحاله دي يعني، وممكن اعجن العجينه كلها واسيبها وتاني يوم اشتغل فيها، بس الخطوه دي من قبل بيوم بتبقى هايله. نبتدي بقى نحط ايه الحليب كده ونعجن. مهم برضو ان ايه كل حاجه تبقى بارده ساقعه، يعني بلاش تبقى في اي حاجه سخنه، علشان كل ما العجينه بتاعتك تبقى بارده كل ما ظبطت معاكي اكتر. حبه حبه بننزل كده ونشرب العجين، كده كده هيشرب معانا. المهم اوصل للقوام المظبوط. الكحكايه دي كحكايه جميله جدا وناعمه وهايله، وبهارات المعمول هتلاقوها بتتباع في السوبر ماركت. كل ما يتشرب كل ما بنزل باللبن تاني او بالميه.
بص بيشرب ازاي. حاضر نحط تاني. بنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات بيبقى كويس قوي معانا. نطلع فاصل. طيب يلا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، ما تروحوش في اي حد. ندخل العجينة اللي عملناها للمعمول التلاجة. أول ما العجينة تلم معانا ندخلها التلاجة، نقعدها ساعة واحدة بس تبرد كويس قوي، تطلع معانا تبقى بالشكل ده. نبتدي نعملها كور، نكور كده. طبعا بنجهز الحشوة بتاعتنا، حشوة التمر بنحط عليها زبدة وقرفة لو انتوا حابين، ممكن كمان تحطوا البهارات بتاعت المعمول او المظهر او المورد. بعمل الكور كده وبعدين باخد العجين الكور بتاعة الحشو بتاعة التمر برضو كله عاملاه كور، واقفل كويس كده كأني بحشيها بالشكل ده. اخد بقى القوالب بتاعة المعمول، نعمل كده. انا طبعا لازم نبدرها الاول بدقيق، فنبدرها بالدقيق ونشكل بالشكل ده. ناس كتير قوي بتسألني عليهم، منين هتلاقوهم؟ في باب الشعرية. انا كنت جايبة من تركيا الحقيقة، بس دلوقتي موجودين في محلات بيع اهو ده الشكل، بيع منتجات ولوازم الكيك، وموجودين باشكال اكتر في باب الشعرية. ننزل كده كل الدقيق اللي هنا وناخد من الكورة ونعمل كده. طبعا بنغير الاشكال زي ما نحب. نقفل كويس كويس كويس. معلش بقعد اعمل كده اهو، ده الشكل. بصوا حلو قوي. نعمل شكل تاني. طبعا المعمول بيتعمل بحشوات مختلفة، حشوة الجوز، حشوة الفستق، وحشوة التمر. وعايزة اقول لكم ان كل شكل من الاشكال دي ليه حشوة معينة، بس بما اننا النهاردة عاملين بحشوة التمر فهنحشي بكل الاشكال تمر عادي جدا. يلا الشكل ده حلو قوي. حاضر نعمل واحدة كمان ونختم على طول. هيدخل الفرن، هنشغل الفرن على الشواية وعلى الفرن العادي، يعني هنشغله فوق وتحت. تمام؟ هيقعد قد ايه؟ هيقعد حوالي 10 دقايق او 8 دقايق، فنراقبه برضو كده علشان ناخد بالنا ما يتحرقش، ما ياخدش لون بزيادة لان هو لونه فاتح. ولو عرفنا ندخل الصاجات، انا كنت مدخله الصاجه دي قبل ما نحطها في الفرن، يعني انا لسه ما حطيتهاش في الفرن مش هلحق احطها. هوريكم اللي استوى. ادي اللي استوى اهو، خليه برضو تشوفوه. وادي اللون، يعني عايزه اوريكم اللون من تحت كده كمان، يعني ممكن يكون مستوي زياده، انا بحبه شويه مستوي زياده، ما بحبوش فاتح قوي، بس
تقدروا تخلوه أفتح من كده يبقى ألطف، مفيش أي مشكلة من إن هو يبقى أفتح من كده شوية. يلا ناخد بقى المعمول بتاعنا. أوكي ونلم كل الحركات كده. شفتوا الأشكال؟ هندخله الفرن على درجة حرارة 170، هنسيبه لمدة 10 دقايق بس. قبل العشر دقايق نفتح نبص، لو لقيناه غير اللون من تحت هنفتح الشواية من فوق، لو احنا مش بنفتح الاتنين مع بعض. لو فاتحين الاتنين مع بعض طبعا بنراقبه كويس جدا علشان ما ياخدش لون بزيادة من فوق خصوصا. نلم بقى كل الأشياء دي ونحط كده. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الغريبه الناعمه جدا، يعني عايزه اوريكم ازاي ناعمه. وعملنا المعمول المحشي تمر. هنلحق اوريهم بس صح؟ معلش. اللون من تحت مش غامق خالص، لون فاتح، فما فيش اي حاجه، واخد لون يدوب كده. وادي النعومه، بصوا بصوا حاجة يعني رهيبة. بس كده، أشوفكم بكرة على الهوا على خير إن شاء الله، مكملين وصفات العيد. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، ويوتيوب، وصفحتي الشخصية دعاء السمنودي بالعربي والإنجليزي على انستجرام وفيسبوك. أشوفكم بكرة على الهوا على خير إن شاء الله. باي باي.